عطشانه ومليانه مواهب. انا بوافقك في الفكرتين دول جدا جدا. طب كيرو، انا عندي اسئله كتير قوي، اسمحني هسالك بسرعه بقى في حاجات كتير. اولا، قصور الثقافه والاماكن الثقافيه اللي بالتنسيق مع وزاره الثقافه في بالكو؟ يعني خطوه جربتوا تخبطوا على ابواب انكم تنسقوا معاهم؟ انت بتقولي احنا اخذنا مكان صغير مش كبير، فهل تعاملتوا مع وزاره الثقافه او قصور الثقافه باي شكل؟ هو احنا يعني قبل كده اتعاملنا مع قصور الثقافه في كذا حاجه، بس الفكره انه قصور الثقافه شويه الموضوع بيبقى يعني في روتين شويه، يعني كمان احنا كمان كمستقلين، فوجودنا في وسط وزاره الثقافه او التعاون مع قصور الثقافه او الحاجات اللي هي تخص وزاره الثقافه عموما بيبقى الموضوع بياخد وقت. احنا بنقدم عرض جديد كل يوم، احنا يعني احنا بيبقى عندنا في كل شهر في 3 مسرحيات جداد، فال3 مسرحيات دول بيكملوا الشهر وبنبتدي ندخل شهر جديد ب3 مسرحيات جداد. فوزاره الثقافه عشان اقدر اعمل شريحه او اعمل عرض مسرحي يخص وزاره الثقافه الموضوع بياخد اجراءات معينه، كمان هم في اوقات معينه لان الموضوع شويه ليه علاقه بحاجه حكوميه، فالاجراءات بتاعتها مش بسرعه اللي هي بتكون عندنا كمستقلين. دبلوماسي انت برضو يا كيرو كده، يعني انتوا اسرع، يعني ينفع نقول كده انتوا فعلا اكيد لانكم شباب ولانكم عايزين تعملوها بالموديل او بالنموذج بتاع تياترو. انتوا واضح انكم استلهمتوا كده من تياترو مصر، ودي حاجه حلوه كمان. انا عايز اوضح حاجه بقى بخصوص كلمه تياترو. احنا خدنا فريم بس بتاع كلمه تياترو، يعني احنا لا، هو مش تياترو بنقدم المحتوى اللي هو زي تياترو مصر، بس احنا يعني ابتدينا نفكر كماركتينج ان احنا ازاي نكون بناخد فريم مسمع شويه او معروف ونحط جوه الفريم ده صوره تانيه مختلفه تماما غير الصوره اللي بتتقدم. حتى ولو يعني احيانا بنقدم عروض تجاريه بس برضو بنحط فيها يعني النكهه بتاعتنا اللي تخصنا احنا يعني.